سيدي الرئيس اصحاب المعالي اصحاب السعاده السفراء ممثل الدول الدائمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشكر لكم اتاحه الفرصه بالحديث اليكم واود ان اتقدم بالشكر لكم اي سيد الرئيس على جهودكم المشكوره وقيادتكم الحكيمه مع بقيه الزملاء والزملاء في هذه المنظمه واعرب عن امتناني العميق لاعضاء المنظمه شركائنا على جهودهم الراميه لتعزيز التعاون في مجالات الملكيه الفكريه وعلى ما تحقق من انجازات خلال العام الماضي بشان تعزيز واحترام انفاذ الملكيه الفكريه السيد الرئيس تحتفل بلادي المملكة العربية السعودية هذه الأيام بيومها الوطني التاسع والثمانين وأهم المنجزات التي نستذكرها في هذا الشان ما توليه حكومة المملكة العربية السعودية في مجال الملكية الفكرية من أهمية بارزة خصوصا ما يتعلق بحمايتها وإنفاذها في المملكة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وقد سعت حكومة بلادي في من هذا المنطلق لإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتصبح جميع مجالات الملكية الفكرية في المملكة تحت مظلة واحدة تهدف لتنظيم مجالات الملكيه الفكريه ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وانفاذها والارتقاء بها وفقا لافضل الممارسات العالميه، كما نؤكد في هذه المناسبه حرص المملكه العربيه السعوديه على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالملكيه الفكريه. تعمل الهيئة على عدد من المشاريع متعلقة بإنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية لتوليدها واستخدامها وتوفير الخدمات للمستفيدين كما تسعى لهندسة أكثر من 250 إجراء لتحسين وتطوير إجراءات الملكية الفكرية في بلادنا وقمنا بأكثر من 15 حملة توعوية هذا العام وصل نطاقها لأكثر من 12 مليون مستفيد بأكثر من خمس لغات وأطلقت الهيئة السعودية الملكية الفكرية مبادرة التسجيل الاختياري لحق المؤلف وكما تسعى الى تقليص الاجراءات المتعلقه ببراءات الاختراع والعلامات التجاريه من جهات اخرى أشير إلى انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ للمصنفات المنشورة لفائدة المكفوفين ونسعى لتكامل أنشطة الهيئة مع الدول الأخرى الصديقة والمكاتب الخارجية من خلال برامج الموقعة والتي يجري تنفيذها حاليا لبناء الكوادر البشرية والاستفادة من التجارب الدولية بشأن تعظيم الآثار والمكاسب من إنفاذ وتنمية مجالات الملكية الفكرية وتحقيق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة ونسعى أيضا لمزيد المزيد من التعاون في انشطه الانشطه والبرامج المنظم مع المنظمه العالميه الملكيه الفكريه والعمل معا على تحقيق اهدافها من خلال المنظمه السيدات والساده فيما يتعلق بجدول اعمالنا فان المملكه تتطلع لمعالجه موضوع فتح المكاتب الخارجيه للوايبو ضمن البند 12 من جدول الاعمال، كما نؤيد معالجه موضوع اللغات بما فيها اللغه العربيه في اطار معاهدات التسجيل الدولي والى معالجه مساله التوازن الجغرافي لدى الوايبو الوارده في التوصيه الثانيه عشر من جدول اعمالنا من تقرير المراجع الخارجي، ونامل ان تتكلل اعمال هذا الاجتماع بالنجاح والمملكة العربية السعودية دائماً كما هي عاهدتها هي تمد يدها للتعاون في جميع المجالات ذات العلاقة الملكية الفكرية وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.